وتنسيق الفترة القادمة بالنسبة ازاي نحشي نقول نعم للدستور، الطريقة بتاعتها ايه، وتوزيع الخطط، يعني ان احنا نبقى جامعة واحدة. بس خلافات على إجابة الإنقاذ والانتخابات؟ لا ما فيش خلافات، لا ما تناقشتش يعني الانتخابات، قالوا لما تظهر طريقة الانتخاب هيتم الاتفاق او الخلاف. ردكوا على دعوة الاخوان المسلمين للحوار؟ ما مش هنرد ايه؟ قالوا يعني كده يعني هم قالوا مش هنرد؟ اه قالوا مش هنرد، يعني مش هتروحوا يعني؟ مش هنرد خالص، ما رفضناش. هم قالوا ان الكلام ده خلاص بيتقال واحنا مش مصدقين.